سمر، في ايه؟ ايه اللي حصل؟ في ايه؟ انا بتعذب يا كبيبي، انا مش عايزه اعيش. ليه يا حبيبي؟ عايزه ليه؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ تعالي شوفي. منى مالك؟ ايه اللي حصل؟ وقعت من على السلم يا كمالية. سلم؟ سلم ايه اللي يبهدلك البهدل؟ ايه اللي حصل؟ اتبهدلت قوي يا كمالية. باين باين. معلش معلش، ايه اللي حصل؟ انا مش زعلانه يا كمالية، بس انا خايفه عليكي. انا ساعتها كمان خفت قوي، ولما جيت هنا حسيت ان انا ضعيفه، صعبان عليا نفسي قوي. معلش، بس احنا لازم نعمل محضر في الاسم. لا يا كاميليا، مش هعمل محضر، وهنزل المكان ده تاني وتالت، وهفضل ابيع واشتغل، محدش هيقدر يمنعني اشتغل واكبر. بس انتي عارفه الغلطه ايه اللي انا ممكن اقع فيها؟ ايه؟ ان انا استسلم. انتي كده ازاي؟ مش فاهمه يعني ايه؟ يعني ازاي لما بيجيلك موقف بتعرفيه، وازاي بتقدري تحددي تتصرفي ازاي في الموقف ده؟ ازاي؟ يمكن عشان بشتغل وعشان وسط الناس على طول. طب ما انا عايشه وسط الناس. يمكن عشان انا عندي حلم عايزه اوصل له. صح، انا كمان كان عندي حلم، كان نفسي يبقى عندي مكتب ترجمه، وعشان كده دخلت الجامعه. لكن وجود احمد في حياتي خد وقت كبير قوي من عقلي وتفكيري. الحب والجواز. ولما حصلت المشاكل خدتني في حته تانيه خالص، بعيد. ولما رجعت لقيت مخي فاضي، ما فيهوش اي حاجه، لحد لما وصلت للي انا فيه ده. انت ليه دايما يا كماليا بتحلمي بحاجه وتجري ورا حاجه تانيه؟ ليه؟ انت لازم تخططي لحلمك يا كماليا. اللي انت فيه ده ما ينفعش، ما ينفعش تحلمي بحاجه وتبقي عايزه حاجه تانيه خالص. ايه الحلاوه ده يا احمد؟ انا مش مصدق اللي احنا فيه. شايف المنظر؟ عشان تبقى تدعي لي. لا ده انا بدعي لك وبس. خلي بالك يا عادل، احنا الفترة اللي جاية دي عندنا شغل كتير قوي. انت شكلك كده عجبتك الشغلانة. هو فيها ابني احلى من اللي احنا فيه ده؟ صراحة لا. فاكر احمد ده؟ انا كناش بنروح انا وانت الجناين دي غير في الاعياد نعيش فيها؟ يا نهار ابيض، المصحف انا ما مصدق. مالك؟ شكلك فيك حاجة. في ايه؟ بفكر أعمل حفلة صغيرة في الفيلا دي. حفلة؟ يعني إيه؟ مش حفلة قوي يعني، زي ما تقول عشاء عائلي، وأعزم فيها الراجل الكبير. عائلي وراجل كبير؟ مش فاهم أي حاجة. مش لازم تفهم. أنت تعمل بس اللي أنا بقولك عليه، وبخلي متولي معاك. حاضر، هعمل كل اللي انت عايزه، بس فهمني انت عايز ايه بالظبط. يعني عايز اجمع بنات خالي كده ونتعشى مع بعض. بنات خالك في عشاء مع راجل كبير؟ انا مش فاهم حاجه خالص. زي ما تقول كده عايز اخرجهم من الجو اللي هم فيه، عايزهم يجي يتفرجوا على الفيلا بتاعتي. ده على اساس بقى ان انت حاسس بيهم وبظروفهم وعايز تخرجهم من الجو اللي هم فيه، صح؟ في ايه يا عادل مالك؟ انت اللي فيها يا احمد. ما تيجي معايا سكه وفهمني انت عايز تعمل ايه بالظبط.
خلاص بلاش انت، مش عايزك تعمل حاجه، انا هقول متولي. استنى بس يا عم، في ايه؟ ما تتكلم معايا زي ما بكلمك، انت واقف معايا صغير، كمل كلامك. فيها يا عادل؟ انت نسيت نفسك ولا ايه؟ نسيت نفسي؟ يعني ايه؟ يعني المطلوب منك انك تنفذ اللي انا بقول لك عليه وبس، من غير ما تسأل كتير. لا مش هينفع. عارف ليه؟ عشان انا صاحبك، برأيتك يعني. يعني لازم ابقى باصص عليك وشايفك بتعمل ايه وما بتعملش ايه. ولازم اقول لك اللي انت بتعمله ده غلط واللي انت بتعمله ده صح. انت اللي هتقول لي ها؟ طب ايه بقى يا عم عادل اللي انا بعمله غلط؟ بقول لك يا عادل، انت معاك فلوس كام دلوقتي؟ وايه العلاقه؟ يعني انت بقى معاك رصيد في البنك من ساعه ما بدات تقول لي حاضر ونعم، وهو ده المطلوب منك بالظبط، انك ما تفكرش. حاضر ونعم، وهو ده شغلك معايا، فهمت؟ انا فاهم حاجه تانية من زمان، فاهم ان انت بتقدر الناس بالفلوس، مش هتتغير. الو، اي ايتي، ايه في ايه؟ مالك؟ اهدي بس، طيب اهدي شوي. ايه؟ طيب طيب انا هجيلك حالا، مع السلامه. يلا هدي كمان. ايه اللي شاغل بالك؟ مفيش، سرحانه شويه. في ايه بقى؟ ولا حاجه، فكر في شويه حاجات. مروه. نعم. تعالي عايزك. حاضر. اختك عامله ايه؟ اختي؟ انا كويسه الحمد لله. انا عايزه تجيني بكره الصبح. ليه خير؟ لا بس كلامها عجبني وعايز اعرف في ايه تاني في دماغها. حاضر اوكي هقول لها. اخبار وجيه ايه؟ مش فاهمه حضرتك تقصد ايه. اقصد اللي فهمتيه بالظبط. الاستاذ وجيه عنده مكتب وعنده تعم سكرتاريه، لو حضرتك تحب ان انا اكلمه عشان اخد لك ميعاد تقابله قول لي. انت فاهمه انا اقصد ايه بالظبط؟ اللي حضرتك تقصده مش لطيف، وانا مش سكرتيره وجيه. استاذ وجيه شخصيه معروفه ومشهوره، واحيانا بقابله مش اكتر كده. اهو انت مش واخده بالك ان لهجتك فيها حاجه متغيره شويه؟ حضرتك اللي بتتكلم معايا بشكل جارح شويه. كل ده عشان سالتك عن سواجيه؟ استاذ مدحت، انا عايز اعرف ايه في دماغك بالظبط. شوف يا مروه، اي راجل في الدنيا بيبقى محتاج من الست حاجه من اتنين مفيش غيرهم. وايه بقى يا ترى الحاجه دي؟ حاجه ماديه، ودي طبعا انا مش محتاج لها في حاجه، وحاجه معنويه. حاجه معنويه بمعنى ايه؟ تقف جنبه مثلا ولا تقول له كلام حلو؟ انت فاهمه قصدي كويس. انا مش فاهمه حاجه خالص. لا انت فاهمه قصدي وعارفه انا عايز ايه بالظبط. طب بقول لك ايه، ما تخليني احسن عامله نفسي مش فاهمه، انا كده مبسوطه اكتر. وبيني وبينك كده يا استاذ مدحت، أنا مش عايزة أسيب الشركة. للدرجة دي؟ وأكتر. حضرتك هنا صاحب الشركة، وأنا حيال عندك حتة موظفة. يعني أنت بالنسبة لي حاجة كبيرة قوي في نظري. فاللي أنا بعمله دلوقتي بحاول بقدر الإمكان إن أنا الحاجة الكبيرة دي ما تصغرش في نظري في يوم من الأيام. حلو الكلام، لا عجبني بجد. بس أنا برضه لسه بسأل. حاضر. دي واحدة. ده ايه ده؟ دي استقالتي. باي باي.
ايه خير؟ عايز ايه؟ على فكرة مروة دي بنت هايلة. نعم. أصلها يعني من ساعة ما جت وهي قريبة قوي من الباشا. هدى اتجننت يا ابني؟ لا 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 لا، أنت فهمتي إيه؟ أنا ما أقصدش كده. أنا أقصد يعني إن هي خدت مكانة مميزة بسرعة، شاطرة يعني. وإحنا الواحد هنا بقاله سنين لا علاوة ولا ترقية ولا نيلة. بقول لك إيه، يلا يلا شوف شغلك، أنا مش ناقصة وجع الدماغ. والله بقول لك إيه؟ في شوية شغل كده عايزين نبقى نريحهم مع بعض. تراجع معايا إيه؟ وأنا مالي ومال شغلك؟ وأنت أصلاً مالك ومال شغلي؟ يعني إيه المشكلة ما نحط شغلك على شغلي وعادي هنراجع يعني. إيه؟ آه طب بقول لك إيه؟ لما تشوفي أستاذ لؤي بقى وبيسوي لي من هنا ومن هنا، اتفضلي. يعني جت عليا وقفت. أنا عايزك تهدي. اشرب العصير بتاعك ده وكل حاجة هتبقى كويسة إن شاء الله. كان هيموتنا. على فكرة ده رد فعل طبيعي جدا. وأنا جايباك هنا عشان تقولي طبيعي؟ يا آيتي لازم تعرفي اللي عمله سامح ده. كان عايز يقول لك يعني إن هو مش هيعدي الموضوع بسهولة، إنه يقدر يقلب الترابيزة بس بطريقته كده يعني. أيوة يا أحمد، بس أنت قلت لي قبل كده إن أنت ممكن تتصرف. مش فايتن، أنا أقدر أعمل أي حاجة في الدنيا دي أنت تبقي عايزاها. ده في مشكلة كبيرة أوي يا أحمد. وانت بنت خالي ومفروض عليا اعملك اللي انت عايزاه كله. انا عايز اخلص من سامح. تخلصي منه ازاي يعني؟ الطلاق. بسيط، لو على الطلاق بسيط يطلقك. طب وسمير؟ سمير ده يبقى جوز امك؟ ايوه جوز امي. اه ماله؟ مش مريحني خالص. بس كده برضه بسيط، نخليه يريحك. لا انا كده لازم افهم، هو انت هتستفيد ايه يا احمد من كل ده؟ بعدين بعدين نوعيت. اصلا انا بحب اقدم السبت عشان يبقى الاسبوع كله لحسابي. اشرب العصير. اشرب. طلباتك يا ست جمالاه. ماليش طلبات. لا ازاي بقى، ازاي يا ست الكل؟ دي في ريال ست العرايس، وبعدين طلباتك انت وهي اللي انتوا عايزينه هيتنفذ. خلاص يما؟ يا اخويا ابلع ريقك، ما تستنى ما نشوف طلباتهم ايه. ماشي. انا متولي عندي بالدنيا كده. عيني عينك. طب استني لما انزل وانا هكسف من ايه بس يا خالتي ولا خب يعني. قومي يا اختي اعملي شاي. حاضر. النبي الكلمه دي لو اتقالت عندنا في البلد تطير فيها رقاب. والنبي عندكم في البلد، انما عندنا في البلد لا عادي. وبعدين الواد والبنت عايزين بعض. مش كفايه يكونوا عايزين بعض، لازم تبقى رسمي. بقول لك يا خليل، هاتي من الاخر. حاكم انا عارفه ان الجوازه دي مش لد عليكي. ست جمالات صلي على النبي. والنبي اللهم صل عليك يا نبي. ما انت شايف امك جايه تفركش الجوازه. وبعدين انا كمان عايزه اقول لك على حاجه. اتفضلي يا ست الكل. انا كمان مش عايزه الجوازه الزفت دي، بس لولا المحروسه هي اللي ماسكه فيك. ايه امك الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ عيب. ويا اختي لما الجوازه مش لد عليكي جاي على نفسك وغصب على روحك ليه؟ الخايبه بنت الخايبه مش عايزه تسمع كلامي. فيها ست جمالات الكلام ده؟ واللي بتقول امك حلو. طب بصوا خلاص بقى عشان اقول لكم اللي فيها، انا الخميس الجاي خطبتي على فريال عشان الناس كلها تعرف. نعم يا اخويا؟ ده من امتى ان شاء الله؟ يما انا ومتولي خلاص اتفقنا. عشنا وشوفنا البنات بتتفق من ورا اهاليها بعد ده كله ولسه عايزاه؟ يما عادي، الست خليله زعلانه يعني ان ابنها هيفارقها، وبعدين كل الحماوات كده، انا اهم حاجه عندي متولي. مبروك يا عينهم. الله يبارك فيك يا يما. بالرفاقي والبنين. يا رب يا يما. يما. جت موي شطحك يا بعيد. خلاص انا نازل وراك. معلش يا ست جمالات، بس هي متوتره شويه عشان خاطر الجوازه وكده. بلا معلش بلا زفت. اه؟ طب سلام عليكم انا بقى. يما. يما. انا عايزه اعرف بقى انت ناويه على ايه؟ بعدين تعرفي. لا مش بعدين، عايزه اعرف دلوقتي. انت عارفه ان متولي ده خد شقه في الهرم؟ وده ماله ومال الجوازه؟ لا ازاي بقى، متولي كده بيعلى وانا بقى عايزه اخرج من الحاره المقرفه دي. تخرجي من الحاره المقرفه دي؟ تروحي لباب البرك ده؟ يا بنت انت كده مش هتنضفي، ده انت هتتوسخي زياده. بقول لك ايه، انا هتجوز متولي. يعني هتجوز متولي في 60 داهيه؟ يلا روحي اتجوزيه، على الاقل اخلص من قرفك. راحه فين بس يا جمالات؟
اعمل الواجب. خدي خدي خدي. واجب مين؟ ولا راح اتأمني؟ اتلم يا بت، اتلم لألمك. الله، مش كان عبد الله اللي في الدماغ؟ قلبتي فجأة على جمال؟ اقسم بالله العظيم ان ما اتلميتي لقلع الشبشب وانسله على دماغك. لا والنبي. بكره تعرفوا هي مين في ريال يا حاره. ازيك يا عم جمال؟ انت دلوقتي احسن؟ الحمد لله. انت زعلان ان انا جيت ازورك؟ لا ابدا. اتفضلي اتفضلي. انا قلت لنفسي مش ممكن عم جمال هيزعل مني انا بالذات. محتاجه اتكلم معاك. برتاح لما بقعد اتكلم معاك. بابا كان بيحبك وانا بحب كل حاجه بابا كان بيحبها. انا كويسه كاميليا، اطمني. وهتبقى دايما كويس. عارف انا جايه لك النهارده ليه؟ عشان عايزه اقعد اتكلم معاك. عايزه اتكلم مع حد يكون بيحبنا بجد، خايف علينا بجد. انا كمان عندي حاجه عايزه اقولها لك. اللي حصل ده كان شيء سيء جدا، أرجوك انسيه. وانت كمان انساه. انا اسفه بس والله العظيم انا ما قلت اي كلمه من اللي وصلولك. انا جاي النهارده عشان اقول لك حاجه واحده بس. انا طول عمري بشوفك زي بابا، واذا كان الكلام اللي احمد قاله لك اذا كان يقصده او ما يقصدهوش، امال انا بقى هعمل ايه؟ إن الناس كلها بتخاف مني وبتتشائم مني لو أي راجل قرب مني. أوعي تصدقي يا أمتي. أنتي قمر. تعرفي إن أبوك الله يرحمه كان دايما يقول إن أجمل واحدة في بناتي هي كاميليا. عليها جمال مش على حد. إنه كان دايما بيحب يبص لك. أنت أنا بعبطي. افتكرت إن الدنيا ضحكت لي. إني هتجوز جميلة الجميلات زي ما عبد العزيز كان بيقول. بابا كان بيقول عليا أنا كده؟ وأكتر من كده. عليا أنا؟ شوف يا كاميليا، أنا اليومين اللي فاتوا دول مريت بشوية حاجات كده، لو حكيتها لأي حد لا هيصدقها ولا هيتحملها. بسبب؟ لا لا، مش بسببك هو، وبسبب انا. عشت سنين طويله قوي في الوهم. ابوك الله يرحمه مره قال لي كده، بس انا ما صدقتوش. بابا كان فيلسوف كبير ومحدش كان يعرف. ابوك ده كان انسان غريب، كان يسكت كتير او يقعد يراقب الناس ويتفرج عليهم. لما يتكلم كان بيقول كلام عجيب. الدنيا ظلمته كتير. لا بالعكس، الدنيا لا ظلمته ولا ظلمتني. الحكاية ما فيها إن أنا وأفكرني غلط. سمعت إنك سبت الشغل. ممكن أطلب منك حاجة؟ مش هرجع، مش هرجع كمانية. أنا قضيت عمري كله قاعد ورا مكتب، مش عارف أنا بشتغل إيه. حتى لما كنت بشتغل بشتغل شغل أي حد ممكن يعمله. نفسي بقى أعمل شغل أنا ما حدش يعرف يعملها غيري. كفاية بقى، عايز أعيش. حقك. يمكن اللي حصل ده ما كانش كله وحش، بالعكس اللي حصل ده فوقني. أنا عايزك تعتبرني زي بنتي. فعلا زي بنتي. الحكايه فيها انها قابت مني شويه. ما تقولش كده. ما تقولش كده ايه؟ ما هي دي الحقيقه. هي فعلا قابت مني. انا هسيبك. انت
طمنت عليك وهبقى عندي على ايدي. ماشي اتفضل. سي جمال اهلا. خد معاكي ست جمال. اهلا ازيك يا كاميليا؟ جايبه له بقى بحه انما هياكل سوا بقى وراها. اما نشوف ايه البحه دي. اه طيب اسيبك بقى تفرتك البطه اللي جايه لك دي. ده انا بقالي شهر عماله زغط فيها عشان اذبحها على الموسم، بس مش خساره فيك. بقول لك يا حبيبتي اذا عصي اي حاجه انت واخواتك عينيا الاثنين. تسلمين يا ست جمالات عن اذنكم. اتفضلي. يلا يا اخويا عايزك تفرتك البحه دي. ماليش في البح. بقول لحضرتك لو سمحت. أم رفن ممكن لو استاذ مروان سال عليا تقوله ان انا عند حمام السباحه؟ استاذ مروان يا فندم ده طلب عربيه عشان ينزل مصر ومشي بقاله ساعه. يعني ايه؟ مش استاذ مروان غرفه 2013؟ ايوه فعلا. ايوه فندم نزل مصر وانا اللي جبت له العربيه بنفسي. ازاي يعني؟ والله يا فندم هو ده اللي حصل. ردي يا مروان. علاء؟ لا. امال مين؟ ده ابن. عايز ايه هو اخر؟ مش عارف. استني بقى احكي لي كل حاجه بس عشان ابقى معاكي على الخط. اصل بصراحه كده هو سعيد جه هنا وايه؟ وهو كمان قال له انه بيحبني. الله محتار. انت مش هتروح الشغل ده تاني على فكره. وانا فعلا قررت اعمل ده بس هتفهميني. قولي بس. انا حاسه اني فعلا بحب علي. هتعملي ايه في ابنه؟ مش ذنبي. لا ذنبك وغلط مش صح اللي انت بتقوليه ده. يا سمر ليه نحط نفسنا في اختبار صعب؟ ليه صعب علينا حياتنا؟ ما هو لو بعد انا مش هبقى مبسوطه. هتتضايقي شويه وبعدين هتنسي خلاص. لا مش هنسى، انا عارفه نفسي. يعني ايه؟ نجلة انا فعلا بحب علاء بجد بحبه. بتحبي علاء ولا شايفه بابا فيه؟ علاء مش صغير، اكبر منك في سن بابا. فكري كويس يا سمر، ده ممكن ما يكونش حب، ممكن يكون احتياج. ده مش صح. انا فعلا برتاح جدا وانا معاه، بيحب اللي انا بحبه. ساعات ببقى مستنيه منه يكلمني عشان يقول لي تعالي لدرس المزيكا او يقول لي رايه على حاجه انا كاتباها. عادي، كل اللي بيحصل ده عادي، حاله جديده عليكي وانتي مش متعوده عليها. انا مش صغيره يا نجله، انا عارفه كويس انا بقول ايه. لا مش عارفه. الواحد لما بيحس ان في تجربه جديده عليه ما بيبقاش فاهم مشاعره اتجاهها وما بيبقاش عارف هو المفروض يعمل ايه. اسمعي مني. طب لو حد قال لك سيبي مجدي كنت هتعملي كده؟ ترجعيش تقولي نفس المبررات يا سمر. بالطريقه دي انت بتحاولي تقنعي نفسك ان انت صح رغم الكل. مش صحيح. طب ممكن تدي لنفسك هدنه؟ ابعدي يا سمر، خدي وقت فكري فيه، مش تخسري اي حاجه. البعد هيخليكي عارفه انت عايزه ايه بالظبط. يا ربي. مروان انت فين؟ ازاي تنزل مصر؟
ازاي اصلا تسيبني؟ مروان انت ما دفعتش فاتوره الاوتيل، انا كنت هروح في 60 داهيه. لا دي مشكلتك انت مش مشكلتي انا خالص. وبعدين انت عارفه ولاد الناس المحترمين ما يعملوش كده ابدا، وانا ابن الناس محترم ما اقدرش ارتبط بواحده عملت كده خالص. معلش سوري، هبعت لك ورقتك بقى يا حبيبتي. يلا باي باي. برافو عليك يا وائل، تربيتك يا كبرنا. ايه ده؟ مروان هو انت هنا؟ ايه في حاجة ولا ايه؟ لا سألت بابا عليك قال لي ان انت مسافر مع اصحابك. لا لا ما انا جيت. انت اخبارك ايه؟ ده انت وحشاني جدا. وميرا فين امال؟ انت شكلك زعلان بقى. لا معقول ازعل منك يعني او ازعل من اختي حبيبتي؟ لا مستحيل. يلا حبيبي مش عايز حاجة؟ لا يا حبيبي تسلم لي. باي باي. مع السلامة. كنت عايزه اتكلم معاك. لو تحتمل. انا عايزه اخلص المواضيع اللي بينا، وبقول كده ان احنا نسيب بعض بالراحه من غير شوشره. انا كنت هقول لك كده برضه. طب كويس انك بتفكر زي. انت ناوي على ايه؟ انا مش ناوي على حاجه. يعني الشركه هيبقى وضعها ايه؟ الشيكات اللي معاك؟ لا الشركه دي خلاص ما عدتش تهمني. طبعا ما انت عملت شركة جديدة وسحبت كل التعاملات على الشركة الجديدة دي، صح؟ ايه ده؟ ده انت مراقباني بقى. ولا يهمك، الشركة دي اقدر اوقفها على حيلها احسن من الاول. المهم الشيكات. لا لا يا قمر، الشيكات دي حاجة تخصني انا، لان بصراحة انا لا يمكن اعمل لوحدة زيك. زي انا؟ جديدة النغمة دي يا بابا. مش جديدة ولا حاجة يعني. وانت ناسي انك شهدتي شهادة زور. نسيت انك سيبتي جوزك ابو عيالك وانت على ذمته. سبته علشانك وشهدت زور علشانك. لا 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 لا، عشان انا عارفة انا لو كنت مكانك في الموقف ده اخلاقي كان يمكن تسمح لي اعمل كده ابدا. اخلاقك صح؟ بس اخلاقك تسمح لك انك تقتل؟ انت قتلت يا سمير. انا ما حصلش وبشهاده الشهود ما حصلش، بس للاسف للاسف انت اللي وصلتينا للدرجه دي لانك طماعه طماعه وما ملاش عينيكي غير التراب. بلاش نتعامل مع بعض كده، احنا عشنا مع بعض كتير واللي بينا مش قليل يا سمسم. انت اللي ابتديتي وبتخططي طول الوقت انك تاخدي كل حاجه، بس للاسف نسيت ان في ناس غيرك بتخطط واحسن منك يا زوزو. باي باي يا قمر. باي. طيب يا سمير. طب ابقى عتبها وانا اشوف هعمل معاك ايه. يلا في 60 ده. انت يا بت، انت يا بت، انت شاربه ولا ايه؟ تعالي هنا. انت يا بت اوعي ما تجيش دعوه بيا. يعني فايقه وعارفه بتعملي ايه؟ امشي امشي. طب يلا في ده. تلاقيك عاملة عاملة سودة، يعني ما انت هتموت الدنيا هتتقلب. بالسلامة يا اختي. تعالي تعالي يا حلو. ايه البلاوي دي؟ ايه
عملتها قبلك ووقفت الوقفه دي قبل كده. قولي لي مين ضحك عليكي؟ ولو ضحك عليكي ضحك عليكي لحد فين؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ بقول لك ايه، انا ما بحبش الكلام الكتير، هاتي من الاخر واحكي حكايتك السودا يا بنت. انطق هتتاخري؟ لا خالص، هخلص شغل واجي على طول. طب ممكن لو الاستاذ مجدي هف وغزلته كده ان هو يعزمك على فنجان شاي بعد الشغل تتصلي باختك وتطمنيها؟ من عنان. نعم. انت نازله تاني؟ اه طبعا هنزل. ليه يا ماما؟ ما انا قلت لك يا كاميليا انا مش هسيب الشغل، انا لازم اوصل اللي انا عاوزاه. برافو عليكي. ايه اللي برافو؟ انت بتقويها عليا الصراحه. اه يعني اللي هي بتقوله ده كلام صح، وبعدين ايه اللي حصل يعني؟ البنت اللي عملت فيكي كده انا عذراها. يا سلام. اه طبعا، بنت قاعده بتشقى وبتعمل سوق وبتعمل زباين وتيجي منى تاخد كل السوق ده. على فكره انت كان لازم تحطي نفسك مكانها، صعب قوي الموضوع ده. طب ايه رايك بقى ورحمه ابويا ما حاسب لها زبون في المكان ده؟ هتشوفي.